أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن حسام غالي قائد الفريق لم يوقع على أي عقود للانتقال لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب تلقى بالفعل عرض من نادي النصر وأبلغني بالعرض عقب تلقيه مباشرة، وقمت بتحويله للجهاز الفني من أجل البت فيه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب عقب المباراة، مباراة سموحة في كأس مصر، لمناقشة العرض من كافة الجوانب.